اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات اللغه الايطاليه على قناه جسر عربي مع جوسي وهنا. Hey, buongiorno e benvenuti sul canale GSR Arabi. Anna e Giusy. النهارده في حلقتنا هناخد الدرس عن الاسماء في اللغه الايطاليه. Oggi faremo la lezione su i nomi nella lingua italiana. I nomi, الاسماء. Il nome, اسم. I nomi, الاسماء. I nomi nella lingua italiana si distinguono in maschile, femminile, singolare e plurale. الاسماء في اللغه الايطاليه بتصنف maschile, مذكر او femminile, مؤنث, singolare, مفرد او plurale, جمع. In genere, o meglio, nella maggior parte dei casi, i nomi maschili, singolari, finiscono con la vocale o lettera O. في معظم الأحوال وليست كل الأحوال المسكيلة المذكر السينجولار المفرد بينتهي بحرف الأو. Mentre i nomi che singolari femminili finiscono con la lettera A. في حين أن الأسماء اللي بتنتهي بالحرف A هي أسماء مؤنثة طبعا مش كلها معظمها. Facciamo qualche esempio di nome maschile singolare. بعض الأمثلة على المسكيلة سينجولاري بحرف الأو. Come libro, ragazzo, amico. libro, كتاب. ragazzo, ولد. amico, صديق. libro, كتاب. ragazzo, ولد. amico, صديق. Ora invece qualche esempio di singolare femminile. penna, ragazza, amica. بعض الأمثلة على الفيمينيلي سينجولاري بنا قلم راجاتسا بنت أميكا صديقة بنا قلم راجاتسا بنت أميكا صديقة. Bene, adesso invece spieghiamo i nomi plurali. دلوقتي هنتكلم عن الأسماء البلورالي الجمع. زي ما قلنا معظم الأسماء في المسكيلة سينجولاري بتنتهي بحرف الأو المفرد المذكر. معظم الأسماء بتنتهي بحرف الأو والمفرد المؤنث. فيمينيلة سينجولاري بتنتهي بحرف الأ. دلوقتي هنشوف البلورالي للأسماء دي طبعا مش لأسماء تانية. نومي سينجولاري مسكيلي كي فينيسكونو كون لا أو al plurale maschile finiscono con la i. الأسماء المذكرة اللي بتنتهي بحرف الأو في الجمع بنحط بدال الأو حرف الإي. mentre i nomi che al singolare femminile finiscono con la a al plurale femminile finiscono con la e. في حين إن الأسماء المؤنثة اللي بتنتهي بحرف الأ في المفرد بتنتهي بحرف الإي في الجمع. Facciamo qualche esempio? نشوف بعض الأمثلة. Il nome maschile singolare, libro, che finisce con la O, al maschile plurale finisce con la I. Quindi avremo libro, maschile plurale, libri. Ragazzo, maschile plurale, ragazzi. Amico, maschile plurale, amici. دلوقتي هنشوف بعض الأمثلة على الجمع المذكر مسكيلة بلورالة. وزي ما أخذنا في المفرد ثلاث كلمات ليبرو راجاتسو أميكو. الجمع بتاعهم ليبرو اللي هو كتاب بيبقى ليبري. راجاتسو راجاتسي. أميكو أميتشي. ليبرو ليبري. راجاتسو راجاتسي. أميكو أميتشي. هنا بنلاحظ في كلمة أميكو اتنطقت الشي فيها ك ك عشان بيجي وراها حرف الأو. إنما لما جمعناها حطينا حرف الإي فالحرف الشي هنا اتنطق تشي عشان وراه إي. Adesso invece facciamo qualche esempio della parola femminile plurale e vale a dire la parola penna che al singolare finisce con la A al plurale femminile finisce con la E e quindi avremo penne, ragazza, ragazze, amico, amiche.
plurale femminile. زي ما قلنا في المفرد المؤنث السنجولار فيمينيل اخذنا امثله على ان هي بتنتهي بحرف الا زي بينا راجاتسا اميكا الجمع بتاعهم هيبقى بحرف الاي يعني بينا اللي هي قلم هتبقى بينه راجاتسا بنت هتبقى راجاتسه واميكا هتبقى اميكه بينا بينه اميكا اميكه ragazza ragazze penna penne ragazza ragazze amica amiche وهنا لازم ناخد نحط في اعتبارنا ان كلمة أميكا التشي فيها اتنطقت ك وفي نفس الوقت برضو اتنطقت ك في الجمع عشان احنا حطينا حرف الأكا قبل الاي اخر مرة penne ragazze amiche benissimo Anna bene. Nella lingua italiana abbiamo anche dei nomi irregolari. Irregolari. Abbiamo. احنا هنا في اللغة الإيطالية دي قاعدة بس مش قاعدة موحدة إن المفرد المذكر المسكيلة سينجولاري بينتهي بحرف الأو والمفرد المؤنث الفيمينيلة سينجولاري بينتهي بحرف الأ وجمع المفرد المذكر المسكيلة بلورالي بينتهي بحرف الإي والفيمينيلة بلورالي جمع المؤنث بينتهي بحرف الإي في عندنا شواهد احدى هذه الشواذ اللي هناخدها وهي تكاد تكون اهمهم يعني في الوقت الحالي هناخد الاسماء اللي بتنتهي بحرف الاي i nomi irregolari maschili maschili o femminili o femminili facciamo qualche esempio di nome irregolare maschile tipo padre احنا دلوقتي بناخد الاسماء اللي بتنتهي بحرف الاي الاسماء اللي بحرف بتنتهي بحرف الاي ساعات بتكون ماسكيله مذكر وساعات بتكون femminile مؤنث Allora facciamo adesso invece qualche esempio di nome irregolare che finisce con la e maschile come padre بعض الأمثلة على الأسماء المذكرة اللي بتنتهي بحرف الاي padre padre اللي هو اب studente studente il هو تلميذ insegnante insegnante يعني معلم مدرس وناخد بالنا ان هنا حرف الجي لما جه وراه حرف الان اتغير النطق ما نطقناش الجي وغيرنا من حاله حرف الان فبقت insegnante نين insegnante pesce pesce سمك cane cane, كلب. signore. signore, سيد. هنا زي ما شوفنا برضو ان حطينا حرف الجي وراء حرف الان ما نطقناش حرف الجي ولكن غيرنا من حالة حرف الان وخليناها شوية مكسورة فبقت ين signore. oppure stivale. stivale. stivale اللي هو البوت. oppure come nome nome زي ما قلنا في اول الحلقه il nome il nome لاحظنا اللي هي ما بتنتهيش بحرف الاو بتنتهي بحرف الاي يبقى في بعض الاسماء المذكره اللي بتنتهي بحرف الاي il nome او nome nome يعني اسم cellulare cellulare اللي هو التليفون المحمول موبايل فون cellulare زي ما قلنا قبل كده بنأكد تاني على نطق حرف التشي حرف التشي هنا جه وراه حرف الاي فبقت تش cellulare facciamo ora invece qualche esempio di femminile nome femminile irregolare دلوقتي بعض الأمثلة على الأسماء المؤنثة اللي ما بتتبعش القاعدة واللي هي بتنتهي بحرف الإي. النوم الرجولار فيمينيل كي فينيش كون لاي كومي مادر. أول حاجة أو أول اسم معانا هو مادر. مادر اللي هي أم. كلاس. كلاس فصل. كيافي. كيافي مفتاح. stazione stazione محطة canzone canzone أغنية lezione lezione درس arte arte فن immagine immagine صورة
calcolatrice. Ela hasba. Ora vediamo invece questi nomi irregolari singolari che finiscono con la e come vengono definiti poi al plurale. Allora avremo padre, che diventerà padri, prenderà cioè la vocale i. دلوقتي هنشوف الجمع بتاع الأسماء اللي بتنتهي بحرف الإي والجمع بتاعها بيتحول لحرف الإي زي كلمة بادري أب بتبقى بادري أوكي altri nomi studente studenti studente studenti طالب طلاب insegnante insegnanti insegnante معلم مدرس insegnanti pesce pesci pesce samak pesci ok cane cani cane cani signore signori signore signori ora vediamo invece come finiscono o meglio come vengono definiti i nomi che al singolare finiscono con la e femminili, al plurale femminile, finiscono con la i, come madre, madri. دلوقتي هنشوف البلورال femminile للأسماء اللي بتنتهي بحرف الإي. وأول اسم معانا كان madre, أم, madri, أمهات. Classe, al plurale finisce con i, quindi avremo classi. Classe, فصل, classi, فصول. Come anche chiave, che è femminile e finisce con la E, al plurale femminile avremo chiavi. Chiave, مفتاح, chiavi, مفاتيح. Ugualmente stazione, che finisce con la E, al plurale femminile finirà con la I e quindi avremo stazioni. Stazione, اللي هي كانت بتنتهي بالإي في المفرد هتبقى ستاسيوني اللي هي محطة محطات لاحظنا هنا حرف الزيتا نطقناه ستاسيوني وده عشان هي بتنتهي بالنهاية يوني ستاسيوني ستاسيوني في الجامعة Adesso i nostri amici lavorano anche con noi e facciamo così un po' gli esercizi di quanto abbiamo detto finora per i nomi singolari maschili, plurali maschili, singolari femminili, plurali femminili. Proviamo. Ok, دلوقتي انتوا كمان هتشتغلوا معانا هنديكوا شوية أمثلة وتقولوا لنا إذا كانت دي singolare maschile أو singolare femminile أو plurale maschile أو plurale femminile. يلا مع بعض. Matita. Matita. قلم رصاص ماتيتا حاولوا تفكروا اذا كانت سينجولاري ماسكيله او سينجولاري فيمينيله بلورالي ماسكيله بلورالي فيمينيله ماتيتا ماتيتا quaderno 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 musica 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 عايزين نفكر singolare maschile singolare femminile plurale maschile plurale femminile cane cane kalb storia 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 بالإيطالية لها معنيين يا إما ستوريا اللي هي قصة ستوري أو ستوريا اللي هي تاريخ هيستوري كالتشو كالشو كالشو اللي هو كرة القدم الإيطالية وكالشو أيضا هو الكالسيوم زاينو 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 اللي هي حقيبة الظهر نحطها على ظهرنا أوكي عايزين نعرف زاينو إذا كانت مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث زاينو طبعا الشنطة العادية اسمها بورصة اللي هي شنطة السيدات كلاسي كلاسي كلاسه فصل كلاسه بينتهي بالاي كلاسه نفكر مع بعض هو ايه ونشوف نفكر مع بعض اوكي allora risultati alla prossima lezione Anna di questi esercizi oppure facciamo farli a loro adesso ci commentano non ora
nei commenti che faranno sul YouTube daranno una risposta. Benissimo. يبقى جوسي بتقترح ان انتوا تحلوا الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي الكلمات وتقرروا اذا كانت مفرد مذكر او مفرد مؤنث جمع مذكر او جمع مؤنث singolare maschile singolare femminile plurale maschile plurale femminile تقرروا وتكتبوها في الكومنتات اللي عايز يكتب او على الاقل تعملوها مع نفسكم والحلقه الجايه ان شاء الله هنجاوبكم عليها كده انتوا لازم تشتغلوا معانا عشان مش بتحفظوا بس لازم انتوا كمان تشتغلوا معانا خلاص